السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحسو على طريقتي، أنا أحب الحسو يكون بهالقوام وأحبه مع رشاد. بسم الله نبدي. على النار حطيت زيت، مقدار الزيت يكون أكثر من الطحين، حطيت تقريبا ملعقة إلى ملعقتين كبار طحين، حمست الطحين عدل لين تشقر وتغير لونه، تالي نزلت عليه ملعقة مليانة من الحسو وحمست الحسو. أنا أحب أحمسه من أشم ريحة الحسو. أضيف عليه ربع كوب شكر وملعقة كبيرة من حب الرشاد المغسول، أضيف ماء حار بالتدريج أخلط، إن شفت الحسو ثقل معاي بسرعة أرد أزيده ماء، هني ثقل معاي شوفي بشلون بسرعة، تالي زدت ماء خليته شوية يكون خفيف، مقدار الماء بالنظر، من أشوفه يوصل لهالمرحلة أقصر على النار حيل وأتركه تقريبا مدة 20 دقيقة، تالي أشوف الزيت يطفح لفوق معناته الحسو عندي استوى. هذه طريقتي، وراح أكتب لك مقادير الحسو تحت الفيديو، تجربين الوصفة بالعافية ولا تنسيني من دعواتك.